السلام عليكم. سلمت المملكة العربية السعودية 40 أسيرا من جماعة الحوثي، 20 منهم كانوا أسرى حرب لدى السعودية، و20 آخرون كانوا محتجزين على خلفية قضايا أخرى. تأتي الصفقات المستمرة للأسرى في ظل أنباء سعودية متواترة تتحدث عن تفاهمات للتهدئة تجري بين الطرفين. تلك التفاهمات القائمة مصحوبة بتعتيم إعلامي باستثناء ما يأتي على لسان ناطق الميليشيا من خلال صفحته على الفيسبوك. الواضح أن الميليشيا تسلمت الكثير من مقاتليها دون مقابل هذه المرة، بينما يقبع في السجون الحوثية أكثر من 8000 مختطف بحسب مصادر إحصائية حقوقية، ويتعرض كثير منهم للتعذيب. بين هذا وذاك نتساءل، هل تأتي هذه الصفقة ضمن المشاورات الجانبية غير العلنية التي تمت في الرياض وظهران الجنوب؟ وهل هذه التفاهمات غير المعلنة تتم بمعزل عن مشاورات الكويت أم بالتكامل معها؟ وهل تعكس عملية تبادل الأسرى وإيقاف الطلعات الجوية التزاما بحسن النوايا وإجراءات لبناء الثقة من قبل قوات التحالف العربي؟ حول هذه التداولات والتساؤلات ستكون حلقة المساء لهذه الليلة. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. بالتوازي مع مشاورات الكويت، يجري الانقلابيون مفاوضات من نوع آخر مع الجانب السعودي. قضت بالإفراج عن 40 معتقلا سلمتهم السعودية للميليشيا نهاية إبريل الماضي. إفراج المملكة عن الأسرى الحوثيين يأتي في إطار التفاهمات القائمة بين السعودية وميليشيا الحوثي، التي أثمرت مرحلة رابعة سبقتها ثلاث أخريات تضمنت تبادل أسرى. في الأولى تم الإفراج عن جندي سعودي مقابل 40 عنصرا من الميليشيا، أما في الثانية فقد تم الإفراج عن 7 سعوديين مقابل 109 أسرى حوثيين. أما المرحلة قبل الأخيرة من تسليم الأسرى فقد كانت من جانب واحد، وشملت تسليم 30 أسيرا حوثيا. ودون سابق إعلان تأتي المرحلة الرابعة منذ وقف الحرب على الحدود بين الجانبين، بعد التفاهمات بين الطرفين انتهت بموجبها الحرب على الحدود. نجح الحوثيون بالإفراج عن معتقليهم لدى الجارة السعودية، فيما فشل اليمنيون بالإفراج عما يربو على 10,000 معتقل ومختطف في سجون الميليشيا يتعرضون لصنوف شتى من التعذيب الجسدي والنفسي. رغم المطالب الدولية والاتفاقات المبرمة بإطلاق سراح المختطفين كبادرة حسن نية قبل الخوض في مشاورات السلام، ويوقف الحوثيون عجلة السلام في الكويت لتتحرك في المملكة، وينجح اتفاق ظهران الجنوب، فيما باتت مشاورات الكويت أدنى إلى الفشل أكثر من أي وقت مضى. إذن مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم أستاذ نبيل. يعني تسليم 40 أسير حوثي من قبل الجانب السعودي دون ما مقابل، كيف تابعت هذه العملية؟ لا أعتقد أنه ليس هناك مقابلات فيما يتعلق بتفاهمات السعودية الحوثية على امتداد الفترة الماضية. لا شك أنه هناك تفاهمات، هذه التفاهمات ما يحصل الآن هو انعكاس وتطبيق لهذا التفاهم الثنائي الجانب بين المملكة وميليشيات الحوثي، وهو أنا باعتقادي أنه هذه التفاهمات هي التي قررت مسيرة عجلة الصراع بين المملكة والحوثيين في اتجاه آخر مغاير الاتجاه الموجود في معركة الاقتتال أو المعركة اليمنية في استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الحاصل. باعتقادي أيضا أنه هذا نوع من الاختراقات الكبيرة التي تسجل لجماعة الحوثي، أنها استطاعت أن تخترق حالة التحالف أو الشراكة إن صح التعبير التي كان يفترض أن تكون قائمة بين الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية والتحالف العربي. لكن للأسف أنا باعتقادي أنه هذه حالة الشراكة هذه لم تفسر تفسير واضح من قبل الأخوة في التحالف العربي والمملكة، ومضوا في اتجاه آخر وهو محاولة استيعاب أو احتواء جماعة الحوثي في أكبر عملية بيع للوهم سيقع فيها الطرف الآخر وهي المملكة العربية السعودية والتحالف العربي. أنا باعتقادي أنه من أكبر الأوهام في السياسة محاولة احتواء جماعات أيديولوجية مذهبية طائفية لا يمكن السيطرة عليها أو العمل والاشتغال سياسيا معها باعتبار خلفياتها العقائدية والدينية التي لا يمكن أن تكون في يوم من الأيام أداة لممارسة سياسة مهما قدمت من تنازلات ومهما أيضا
رفعت من خطاب سياسي وإعلامي في هذه المرحلة، إننا لأننا سنتفاجأ أيضا، وهذه هي الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع، أن هذه الجماعات ستظل جماعات تلي بالولاء أو تدين بالولاء للمروض الأكبر أو الحليف الأكبر الاستراتيجي المذهبي العقائدي الذي هو إيران، ممثلا بإيران. طيب في هذه الحالة الحكومة الشرعية تعلم بهذه التفاهمات أو الاتفاقات التي تجري مع السعودية وتمت بشكل تدريجي إلى حد ما، أم أنها لا تدري بها؟ أنا باعتقادي أنه بحسب تصريح يتيم وسابق لأحد المسؤولين السعوديين، لا أذكر اسمه تحديدا الآن، أنه قال أن هذه المفاوضات والتفاهمات هي تتم أيضا بحضور الحكومة الجانب اليمني، لكن أنا أستطيع أقول أنه حالة الافتراق الموجودة حاليا في مسار المفاوضات القائمة حاليا في الكويت وما عكستهم مفاوضات وتفاهمات ظهران الجنوب، انه اشعر انه فعلا انه الحكومه اليمنية غير موجوده في تفاهمات ظهران الجنوب بشكل كبير، والنتائج هو الموجوده اليوم. يعني نحن نلاحظ عمليه تطبيع شبه تام فيما يتعلق بالهدنه والتهدئه على الحدود، فيما تستمر المعارك دائره رغم اعلان حاله وقف اطلاق النار في العاشر من الشهر الماضي. وبالتالي انا باعتقادي انه ليس هناك جديد ممكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بوجود تفاهمات حقيقية أو مسار صحيح يضم ويلم جهود الطرفين، الحكومة اليمنية والمملكة والتحالف العربي. نحن أمام حالة اختراق كبيرة تحسب للسياسة الإيرانية وتحسب أيضا للأذرع الإيرانية الموجودة في طيب المنطقة. يعني هذه التفاهمات تأتي بالنسبة لوجهة نظر التحالف، يعني بحسب متابعتك، هل تأتي بسياق مكمل لمشاورات الكويت أم أن لها حساباتها الخاصة بمعزل عن هذه المشاورات؟ أنا باعتقادي أنه هناك حسابات خاصة ليس لها علاقة بما يجري في الكويت، والدليل على ذلك أنه نحن الآن في حالة الكويت وصلنا إلى طريق مسدود ومسدود مسبقاً، أو نحن عرفنا مسبقاً أنها طريق مسدود، لأنه كل المؤشرات لا تبشر بخير فيما يتعلق ب الاقتتال أو إنهاء الصراع في اليمن والذهاب إلى عملية سلام. هذه العملية محفوفة بكثير من المخاطر ولن تكون سوى عبارة عن فخ كبير قد يوقف الحرب فترة، لكنه سيؤدي إلى انفجار المنطقة كلها. طيب هل أفهم من كلامك قبل قليل أنك يعني لا تنصح بالقيام بمشاورات من قبل السعودية وقوات التحالف العربي، مشاورات مباشرة مع الحوثيين أو اتفاقات بحكم التجربة السابقة للحكومة الشرعية وللأطراف السياسية اليمنية، أم وفق يعني تنظير أو يعني باعتبار أن الحليف الاستراتيجي للحوثيين هم إيران فقط، يعني وفقا للتجربة الداخلية أم وفقا لاستراتيجية الحوثيين المتبعة بشكل عام؟ أنا باعتقادي هذا يفترض أن يكون وفق استراتيجية موجودة أيضا للتحالف العربي، أن التحالف العربي لم يقم بمجرد عملية يعني غير محسوبة العواقب أو مجرد عملية تكتيكية. نحن نتمنى أن تكون مسألة تجربة التحالف العربي قاعدة لبناء استراتيجية المنطقة وليس مجرد عملية تكتيكية ممكن من خلالها أن نوجد تفاهمات جانبية إذا مشروع متكامل الأركان، مشروع يستهدف الوجود العربي، يستهدف أمن واستقرار وسلامة واستقرار الأنظمة السياسية الموجودة في المنطقة العربية. وبالتالي حينما نلجأ إلى إيجاد تكتيكات أو أسلوب التكتيكات الجزئية التي تختزل المعركة في إمكانية حلحلة ملفات معينة، بينما تبقي الملف الكبير العائق الأكبر أو الجدر الإشكالية وأس المشكلة كامن وموجود، أنا باعتقادي أنه هذه عملية انتحارية، أقل ما يمكن أن توصف في هذه العملية أنها انتحارية. أنت حينما ترى اليوم أن هناك عواصم كبرى سقطت وهناك يعني هذه العواصم في طريقها أو هناك عواصم أخرى في طريقها إلى الاحتواء وإلى الإسقاط كما جرى لبغداد ودمشق وصنعاء، نحن أمام مشهد متكامل ينبغي أن يكون هناك أمامه رؤية استراتيجية. هذه الرؤية الاستراتيجية تنبع من وحدة المصير ووحدة المعركة ووحدة الجهود، وإلا باعتقادي أنه سيكون الهزيمة الكبيرة في أي حل سياسي قد يلجأ إليه الطرفان في الحالة اليمنية هو لن يكون سوى في صالح وتمدد المشروع الإيراني. طيب إذا ما رجعنا أكثر للحادثة هذه، تسليم 40 أسير حوثي، هو تم الحديث على أن هناك 20 أسير من قبل أسرى الحرب و20 على خلفيات أخرى، هذه الجزئية كيف يمكن قراءتها؟ أيضا
كيف يمكن الحديث عنها يعني أنت فضلت قبل قليل بالقول أنه بالتأكيد هناك مقابل استفادت به السعودية، ما هذا المقابل؟ أنا باعتقادي أهم المقابل الذي ربما حتى الآن على السطح هو مسألة التهدي على الحدود، وقف القتال على الحدود من قبل الحوثيين من طرف واحد. يعني هذا باعتقادي أنه قد يرى الإخوة في المملكة العربية السعودية أنه مكسب، لكن باعتقادي أيضا أنه هذا المكسب ليس مكسب استراتيجي، هذا مكسب تكتيكي ربما سينعكس كوارث كبيرة في مستقبل التهدية في اليمن، لأنه لا يبنى على حقائق ثابتة. هذه الحقيقة الثابتة التي تقوم بأن يكون هذا الاتفاق بين سلطة شرعية موجودة معترف بها دوليا وجماعة ميليشيوية ليس لها أي عهود أو مواثيق أو لا تحترم شيء من هذه الاتفاقات، هي فقط كلما تصبو إليه هي مرحلة تريد أن تتعداها وتتخطاها من خلال وجود حتى في الإطارات البسيطة اعتراف جزئي بها كسلطة أمر واقع، وهذا يعني إشكالية كبيرة في وجهة نظر المملكة العربية السعودية والتحالف في أن ينظروا أن يجلسوا على أن يجلسوا على طاولة حوار واحدة مع ميليشيات انقلابية لا أحد يعترف بها باعتبارها كسلطة أمر واقع. هذا باعتقادي أيضا اختراق للاستراتيجية التي يفترض أن يبنى عليها مسألة رؤية التحالف للأزمة وعمقها في اليمن. طيب دعنا نشك في الحوار معنا المحلل السياسي الدكتور فيصل العواضي من السعودية. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى الإخوة المشاهدين جميعا. أهلا بك دكتور. دكتور يعني حدثنا أكثر عن كيف تابعت عملية إطلاق 40 أسرى من أسرى الحرب الحوثيين من قبل المملكة العربية السعودية. أولا يا سيدي الكريم، المملكة العربية السعودية لا تحمل أي نوايا عدوانية تجاه اليمن، هي تنظر لنا كجيران أشقاء، حتى أولئك الذين يعني يعتدون على حدودها ويحاولون أن يأذوها ويلحقون الضرر بها. هم التقوا مع الحوثيين ليس اعترافا بهم كسلطة، وإنما يعني على حد المثل إخوة لنا بغوا علينا، جيران قاعدين يعملوا مناوشات في الحدود واعتداءات وإلى آخره. فالمملكة العربية السعودية هي تبحث عن كل ما يصلح شأن اليمن، ويأتي إطلاق هذه المجموعة أولا هي من باب الدعم لعملية المشاورات في الكويت، عسى أن يرتدع هؤلاء ويرعوا ويعود إلى صوابهم. ثانيا أنه عندما نرى تركيبة القوات الحوثية فيها أطفال وفيها مغرر بهم، فعندما يقعون أسرى يكتشف أن هؤلاء لا يدرون شيئا ولا يملكون من عمرهم شيئا، فيتعامل معهم الإخوة السعوديين من باب ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هؤلاء فاقدين لا يملكون من عمرهم شيء، فاقدين الأهلية فيطرقونهم. وما جرى يعني هو هذا، هم وقعوا طبعا في اتفاقية الظهراء الجنوب وقعوا على إسلام كامل، لكن لا عهد لهم ولا ميثاق، هم يمارسون التقية دائما. وهناك فرق بين التقية السياسية والعمل السياسي الاستراتيجي الدائم، هم يرون أنهم بممارسة الكذب والأباطيل والمراوغات أو بالحصول على هؤلاء 40 أسير قد حققوا الإنجاز الذي يستطيعوا أن يمارسوا فيه الاستمرار كذبهم الإعلامي وتضليلهم للرأي العام، لكن كما قلت لك هذا هو من باب الإحسان. طيب يعني وفقا لما تفضلت به دكتور، وفقا لما تفضلت به دكتور من حيث قائد الاتحاد في حماية المدنيين، وفقا لما تفضلت به من حيث الرؤية لآلية التعامل مع الحوثيين أو يعني تاريخ الاتفاقات معهم وأسلوبهم في التعاطي، وخاصة عندما نرى أنه لا مقابل من قبل الأسرى حتى السعوديين أو حتى من الأسرى اليمنيين المحسوبين على حساب الشرعية أو الحكومة الشرعية اليمنية، في ظل مقدرة لدى السعودية على الضغط في هذا الملف بحيث تكتسب يعني الحكومة الشرعية جزء من هم يعني مؤيدين لها وهم قابعين في السجون الحوثية. يا سيدي الكريم، عندما نتحدث عن هذه النقطة، الشعب اليمني كله مختطف في غالبية مناطقه لدى الحوثيين، ولا تحل الأمور جزئيا، هناك قرار أممي، والقرار الأممي أشار بنص صريح إلى وجود مختطفين لدى الحوثيين ومعتقلين ومحتجزين، وهناك مشاورة تجري، والمملكة العربية السعودية
هي يعني التقت التقاء جزئي مع بقاء التزامها في دعم الشرعية وفي حماية المدنيين من أي تحرك، وقد بعثت رسالة تطمين إلى وفد الشرعية أو وفد الحكومة في الكويت بأنه اثبتوا على مواقفكم نحن معكم، لن نتخلى عن الشرعية في اليمن ولا عن عودة الشرعية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومخرجة الحوار الوطني وما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية المزمنة. طيب أنت هل تقرأ القضية على أن المملكة العربية السعودية اعترفت بالحوثيين كسلطة أمر واقع أو شيء من هذا القبيل؟ لا، هم منذ البداية وهم يدعون كل الأطراف اليمنيين تعالوا للحوار في الرياض وإلى آخره، وما خرجت المملكة العربية السعودية عن دعواتها للحوار وللتعاون إلا عندما يعني وصل عدوانهم وانقلابهم حدا لا يمكن السكوت عليه، وكانت الاستجابة لطلب الرئيس عبد الرب منصور بقيام عاصفة الحزم. ونحن ندرك أن عندما قامت عاصفة الحزم كانت طلع على الأحزاب والقوى السياسية اليمنية في الرياض على أساس استجابة لدعوات المملكة العربية السعودية للحوار. طيب أنا يعني هل أفهم من حديثك أن هناك علاقة ما بين هذه التفاهمات مع الحوثيين وإطلاق الأسرى في هذا التوقيت بالذات مع يعني وجود مشاورات في الكويت ومواقف الحكومة الأخيرة بتعليق المشاورات، وإن كان هذا التعليق يعني بعد يعني إطلاق الأسرى الحوثيين؟ طبعا يعني هناك عندما المملكة العربية السعودية تفاوضت مع هؤلاء على ما يجري في حدودها لم تربط الأمر مباشرة بقضية المساومة على شرعية الحكومة وبأن هؤلاء سلطة أمر واقع كما أسلفت سابقا، لكن طبعا ما يجري في الكويت منفصل تماما عن يعني ربما كان الموقف السعودي هو فقط من باب الدعم على هؤلاء أن يرعوا ويلتزموا ويعني يحجلوا من أنفسهم أنه لا يزال الناس يظنون فيهم خيرا، لا يزال الناس العالم كله يناشدهم أن يعودوا عن غيهم وسيكونوا شركاء في المستقبل شأنهم شأن أي مكون من مكونات الشعب اليمني إذا التزموا بما يعني التزم به سائر الأحزاب والقوى السياسية أو سائر مكونات المجتمع اليمني. طيب بحكم وجودك في السعودية دكتور فؤاد، يعني ما هو التعامل أو التعاطي الإعلامي لهذه الحادثة في الدكتور فيصل في هذه يعني على حول هذه العملية في وسائل الإعلام السعودية بشكل عام؟ ما يعني لم يكن هناك اهتمام كبير بهذا الموضوع، الاهتمام منصب هو بمتابعة ما يجري في الكويت والتطلع إلى حدوث انفراجة تعيد اليمن أمره واستقراره وتعيد الحكومة الشرعية إلى اليمن، وهذا كما قلت لك هو من باب يعني قد تعتبر خطوة من الخطوات الداعمة، إنه يعني إذا كانت القضية قضية 40 أسير لدى المملكة العربية السعودية المملكة غنية عن أنهم يقاسون لها، فليطلق سراحهم على أن يكون المقابل أو الثمن حدوث انفراجة وتقدم في مباحثة الكويت التي هي وفقا لمرجعيات، يعني ليست هناك الناس الآن يعني يحاصرون الحوثيين الانقلابيين في إطار المرجعيات، وإن كانت قد أوجملت في ثلاث نقاط وهي المبادرة الخليجية ومخرجة الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة. نعم دكتور، هذه المرجعيات الآن تشكل حصار على الحوثيين، وأي دعم للمشاورات هو دعم في إطار هذه المرجعيات، ليست هناك مساومة أو على التفريط بهذه المرجعيات. المحلل السياسي دكتور فيصل العواضي كنت معنا عبر الهاتف من السعودية، أشكرك جزيل الشكر. أستاذ نبيل، هل من تعليق أو تعقيب على كلام الدكتور فيصل؟ أولا فيما يتعلق بحديثي عن مسألة أنه أني تحدث عن مسألة الاعتراف بالحوثيين كسلطة المواقع، المملكة لم تعترف بهم يعني كاعتراف سياسي دبلوماسي موجود، لكن الممارسة الموجودة يعني فأنت تعاطى مع ميليشيات ليس لها أي سلطة شرعية وليس لها أي سلطة إلا استثناء سلطة الإجبار والقهر والقمع الموجودة في اليمن، باعتقادي أنه هذا قد يولد لدى الأطراف الدولية التي تنظر لهذا التعامل أو تنظر لهذا التعاطي
مع ميليشيا الحوثي على أنها سلطة أمر واقع. بالأخير أنت من خلال هذا الفعل الآن أنت تفتح ثغرة لكثير من الأطراف التي تريد أن تتعاطى مع مسألة وجود هذه الميليشيات كسلطة أمر واقع. أنت هنا حاصرت المجتمع الدولي طوال الفترة الماضية على أن هذه يعني الميليشيات غير شرعية ولا يمكن تعاطي معها وتعامل معها. اليوم أنت تفتح هذا السياق وهذا الحصار الذي ضربته سياسيا على هذه الميليشيات، فأنت تعاطى معها كسلطة أمر واقع، وبالتالي هذا التناقض أو ربما أنا لا أدري أي موقف يمكن أن يحسب عليه ما تقوم به المملكة في مثل هذه الحالة. طيب ماذا عن النقطة التي يعني تطرق لها عند سؤالي له، هو عدم التعاطي الإعلامي السعودي حول هذه الحادثة، وحتى ربما ليس هناك من تعاطي كبير حول التفاهمات السعودية الحوثية بشكل كبير بداخل الإعلام السعودي؟ الإعلام السعودي أيضا هو يعمل بتوجيهات رسمية، يعني هو إعلام ليس حر فيما يتعلق ب أن يتابع كل ما يجري، وخاصة فيما يتعلق بشؤون سياسية بحتة وفي صلب الاهتمامات التي تتعلق بقضايا أمنية كبيرة كقضية مفاوضات مع ميليشيات انقلابية. وبالتالي الإعلام السعودي هو يعكس حالة ما يسرب له وما يراد منه أن يؤديه على مستوى القنوات الرسمية التي وزارة الخارجية. يعني ألا يشكل بذلك خطر على موضوع أنا يعني لا يسمع بهذه أو لا يسمع بهذه الأخبار إلا عن طريق صفحة فيسبوك لناطق ميليشيات الحوثي؟ يعني هذا يعكس توجيها يقوم به محمد عبد السلام بالشكل الذي يريد له لسياق هذه الأخبار. هو أولا يحسب أنه في تعامل سعودي حذر في هذا الملف، يعني نحن لنكون موضوعيين هنا، وفي تعامل حذر فيما يتعلق ب يعني متابعة أو كشف ما يدور من تفاهمات أو صفقات تبادل الأسرى. أنا باعتقادي أنهم يعني هو انعكاس لحالة الحذر الشديد في أن يتم تسويق ما يتم على أنه عبارة عن تفاهمات واعتراف مباشر بهذه الميليشيات. أنا أعتقد هذا التفسير الوحيد لمسألة إحجام الإعلام السعودي عن عدم تناولها. طيب هل من الصحي أن يعني يتم التعامل مع هذه الأخبار في وفق هذه وجود مشاورات الكويت مثلا، وجود إلى حد ما اضطراب في أو عدم وضوح إلى أي حد هي العلاقة ما بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي إلا وفقا للحديث الرسمي الذي يذاع في وسائل الإعلام، هل أو إلى أي مدى يجب أن يتم التعامل مع هكذا مواضيع على المستوى الإعلام المحلي؟ أي إعلام تقصد؟ هل تعلم التابع للشرعية أقصد؟ الإعلام التابع للشرعية هو يعكس أو المؤيد للشرعية، أو المؤيد للشرعية أيضا هو يعكس حالة أيضا الضبابية الموجودة. هناك أيضا تلكؤ كبير في أداء الحكومة، هناك أيضا نوع من غياب رؤية واضحة وصريحة تعكس موقف قوي على الأرض. يعني هذا كله أنا باعتقادي أيضا وأقول دائما أنه أكبر إشكالية اليوم تواجه الحكومة الشرعية هو عدم وجودها على أرض الوطن. هذه من أكبر الإشكاليات التي دائما يجب أن نركز عليها ونقولها بصراحة، أنه من أهم نقاط قوة الميليشيات اليوم أنها قوة حاكمة يعني بسلطة الأمر الواقع في صنعاء، بينما القوة الشرعية أو الحكومة الشرعية ليس لها مكان على الأرض، وهذه من أكبر الإشكاليات الخطيرة التي قد ينفذ من خلالها المجتمع الدولي لاعتراف سلطة الأمر الواقع. وبالتالي هذا الارتباك، هذا الأداء، هذا التضعضع الأمني والفشل الأمني الكبير في الداخل، الأداء السياسي الذي ليس عند مستوى المطلوب في مثل هكذا المرحلة، هو انعكاس لحالة وجود لعدم وجود رؤية واضحة. هذه الرؤية تنبثق عن وجود حقيقي للشرعية على أرض الوطن، في عدن، في المكلا، في أي منطقة ممكن، في مأرب. يعني نحن أمام حقيقة، يعني قضية يجب أن تكون هي من أهم أولويات عودة الحكومة الشرعية، يعني حتى لا تظل الحكومة الشرعية حكومة منفى. يعني نحن أمام ثغرة خطيرة لو يتم التركيز عليها من قبل المجتمع الدولي ممكن أن يحقق شيء في هذا الجانب. نعم. طيب دعنا نكمل أستاذ نبيل البكيري حديثنا في المساء اليمني اليوم، لكن قبل ذلك نتوجه أستاذ المشاهدين إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نستكمل نقاشنا، ابقوا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ نبيل، إذا ما يعني ربطنا هذه الحادثة بتوقيتها يعني بضرورة التوقيت الذي جاءت فيه مع مشاورات الكويت وما يحدث فيها، كيف يمكن وصلها أو وضعها في سياق الملف اليمني بشكل عام؟ أنت تقصد على مسألة الأسرى؟ الأسرى نعم، ومن ثم كمدخل إلى تطورات مشاورات الكويت. الأسرى هي قضية أنا لا أستطيع أن أقول
أنها مرتبطة. أنها مرتبطة باعتبار أيضا أنه حالة التكتم الشديد عن هذه المسألة التي استثنى كما ذكرت سابقا أنها مجرد إعلان فيسبوكي لصفحة الناطق باسم هذه الميليشيات. لكن فيما يتعلق أيضا بالتوقيت هو أيضا يؤدي رسالة لا شك أنه يعني هذا التوقيت يؤدي رسالة أنه نحن نرى يعني حالة التعثر الشديد والعسر الشديد في مسألة المضي في مفاوضات الكويت، ربما كان من قبيل أنه دعم معنويات أو تشجيع أو ما شابه لمسألة أن تدفع هذه المباحثات إلى أن تتقدم قليلا في ظل هذا التعثر الكبير. هذا ربما يمكن تفسير قد لا يكون دقيقا باعتبار المعلومات وغيابها، لكن لا شيء يفسر ذلك غير هذا، أنا باعتقادي هذا. طيب يعني وصلت مشاورة الكويت اليوم إلى تعليقها من قبل وفد الحكومة، كيف قرأت هذا التعليق قبل أن ندخل على رد المبعوث الأممي أو بيانه بهذا الخصوص؟ والله مسألة التعليق هي أتت على خجل، يعني هو يعني رغم يعني مثلا تعنت اللي حصل عدم وصول الوفد في الوقت المناسب، تأخر أكثر من 3 أيام، يعني كثير من الخروقات التي شابت العملية، أكثر من خرق يعني تم على امتداد فترات ما سمي بإيقاف إطلاق النار، استمرار المعارك والقصف اليومي لتعز، استمرار الحصار، يعني أنا باعتقادي في قضايا كثيرة كان ممكن أن تقدم كسبب وجيه إما لتعليق الباحثات أو المفاوضات أو حتى مثلا مسألة الإعلان الانسحاب. لكن نحن أمام حالات يعني مثلا هل تمثل فقط قضية مركزية، مثلا قضية معسكر العمالقة، هذا المعسكر الذي انتهى أمره بسقوط عمران، يعني لم يعد لديه بسقوط صعدة إذا وخروج الميليشيات من صعدة، وباعتباري أنه القضية ليست بذلك الحجم الذي يجب أن يعترض عليه، لكن ربما أتت في سياق إيجاد مبررات لدى الحكومة الشرعية في الحديث عن تعليق هذه المفاوضات، لأنه في أشياء كثيرة لم يتم الالتزام بها. نحن أمام مغامرة كبيرة فيما يتعلق بالذهاب إلى مباحثات غير واضحة المعالم والآفاق المستقبلية لمثل هكذا، أنا أسميها محاولة انتحار كبيرة للشرعية وأيضا للتحالف العربي الذي يرعى مثل هذه المباحثات التي لن تثمر سوى البحث عن موطئ قدم للميليشيات على طاولات المفاوضات الدولية والاعتراف الدولي بجلوس هذه الميليشيات كسلطة أمر واقع. هذا كل ما يراد، وأيضا هذا ما يثبته أيضا طيب الأجندات يعني التي يعني وفقا لوجود الضغوط الكبيرة التي يعني يتحدث أو تتحدث عنها وسائل الإعلام حول التحالف العربي أو على التحالف العربي وكذلك على الحكومة الشرعية في الجانب السياسي بدخول هذه المشاورات، ما هو الممكن كان لدى الحكومة أكثر في ظل هذا الضغط الذي تحدثنا عليه؟ أنا باعتقادي في هناك ملفات كثيرة ممكن كان أن يقدم كمبررات منطقية وواقعية في مسألة الاعتراض على سير هذه المهزلة بكل ما تعني الكلمة، أنا أسميها مهزلة هذه المباحثات، لأنها دون أي أفق ودون أي يعني جسور بناء الثقة وتقديم حسن النوايا فيما يتعلق بالذهاب إلى سلام حقيقي. يعني مثلا يعني نحن أمام الآن مثلا على سبيل المثال أكثر من 8000 أسير ومعتقل ومغيب ومختطف، نحن أمام آلاف الجرحى دون علاج، نحن أمام حالات يعني تجريف للثروة الوطنية في مؤسساتها وسرقة ونهب لكل مقدرات الدولة، نحن أمام حالة لصوصية تعتري هذه الميليشيات لانتشال وسرقة وتفيد مؤسسات ومقدرات الدولة، نحن أمام عملية تجريف بكل ما تعني الكلمة معنا وحوثنة الدولة وتحويلها إلى دولة بملامح عصبوية طائفية مذهبية أسرية واضحة. وبالتالي أنت تجي في مثل هذا الوضع، أنت يفترض أنه أنت معك رسائل واضحة تقول لك لا تذهب إلى مثل هكذا مفاوضات، لكن العكس هو الذي يتم تماما، هم يذهبون باتجاه تجريف الدولة وأنت تذهب في باتجاه الاعتراف والجلوس بسلطة الأمر الواقع الميليشيوية الانقلابية. هذا نوع أنا باعتقادي أنه من ضمن الخلل الموجود في رؤية الحكومة طيب المسار يعني هذه الفوضى. هناك من يتحدث على أن هذه التحركات السياسية لابد منها في نهاية المطاف، وبذلك يعني يمكن الحديث عن تقدم في الميدان أثناء وجود الحكومة الشرعية في هذه المشاورات، هل تتفق مع هذا الطرح الذي يعني يقوم به الكثيرون أو يقول به الكثيرون؟ أي تقدم تقصد أنت؟ يعني القصد أنه لابد من أن تسير هذه المفاوضات قدما مع وجود تقدم عسكري على الأرض لصالح الحكومة الشرعية. هذا الذي كان يفترض، لكن للأسف أنه كل العمليات العسكرية من قبل القوات اليمنية والمقاومة وأيضا التحالف العربي توقفت، فيما في الطرف الآخر هو الذي لا زال يقاتل. يعني نحن أمام معركة مستمرة لم تتوقف
لحظة إلا لتبدأ مرة أخرى في تعز. يعني نحن أمام عملية عسكرية مستمرة من قبل الانقلابيين، لم يلتزموا منذ عشرة في الشهر الماضي حتى الآن. يعني وقف إطلاق النار استمر طوال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة، وبالتالي يعني التقدم الموجود، يعني حتى تسريبات كثيرة تتحدث عن التقاط مكالمات باستمرار القتال والتوجيه للقتال من قبل الميليشيات لعناصرها الموجودة في تعز وفي غيرها من القبائل، وبالتالي عن أي تقدم يمكن أن تتحدث عنه فيما يتعلق بالطرف الشرعية. أنا باعتقادي أيضا من ضمن الأهداف الكبيرة والمركزية للميليشيويين في من خلال هذه المفاوضات هي مسألة إيقاف الطيران. نحن الآن لم نعد نسمع عن وجود طيران في التحلق في الجو لتوقف هذا العبث الموجود. طيب سنعود إلى هذه النقطة أستاذ نبيل، لكن قبل ذلك دعنا نشك في الحوار الناشط السياسي الأستاذ هشام قاسم معنا عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير أستاذ هشام. مساء النور والعافية أخي العزيز، أهلا وسهلا. أهلا بكم أستاذ هشام. إذا ما تحدثنا عن يعني موضوع الحلقة الخاص بتبادل الأسرى ما بين أو عملية تسليم الأسرى الحوثيين إلى الحوثيين من قبل السعودية، كيف يمكننا قراءة أن الحوثيين أو تحالف الانقلاب لا يبدون أي يعني تفاهم أو أي قبول بإجراءات بناء الثقة التي من ضمنها فك سراح الأسرى والمختطفين الذين لديهم، وفي حين تقوم بهذه الإجراءات مع الطرف السعودي في التحالف العربي؟ أولا مساء الخير عليكم جميعا. أهلا بكم. الموضوع هذا يعود بنا إلى مسألة مهمة واستراتيجية، وهي مسألة الدفاع العربي المشترك أو الاتفاقية الموقعة بين اليمن والجهات العربية في مسألة أن تكون هناك حالة حرب. هناك مجموعة من القواعد تحكم هذه المسألة. عندما تكون الحرب على الأراضي اليمنية يكون المسؤول الأول عن اتخاذ القرار والتفاوض والمواجهة واتخاذ كل الأمور هو الجانب اليمني. فيما يخص المعارك التي تدور خارج الجغرافية اليمنية، الجانب السعودي حق له تمام الحق أن يتواصل بشكل مباشر مع العدو الحوثي ويقوم باتفاقيات عسكرية، تبادل أسرى، إيقاف حرب، وقف إطلاق نار وما إلى ذلك من الأمور. هذا ما يخص الجانب السعودي. يعني هناك منفذ قانوني تتصرف السعودية من خلاله، وأيضا هناك بعض الغموض عند الناس للمسألة العسكرية كيف تتم. هذا الذي يحصل عندما تكون الحرب في الأراضي اليمنية، صاحب القرار الأول هو. لكن هناك حديث على أن هؤلاء الأسرى أسروا في جبهات داخلية خاصة من قبل ناطق الميليشيا محمد عبد السلام. والله لا أعلم مدى مصداقية حديثه من عدم مصداقيته. أنا الذي أعرفه أن السعوديين بادلوا أسراهم بمجموعة من الأسرى الحوثيين تحت إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقعة بيننا وبين مصر وبين السعودية، والتي على إثر هذه الاتفاقية تم التدخل العسكري بقوات التحالف. الحوثيين بما يخص التعامل الداخلي مع المكون اليمني، هم ينظرون إلى المكون اليمني هذا باستعلاء تاريخي ودائم، ينظرون إلى هذا المكون اليمني بإزدراء، ويرون بالتفاوض مع اليمنيين نوع من النقص يمس ذاتهم الإلهية المقدسة، يسكنهم الوهم هؤلاء الجماعة. وتاريخيا كانوا مستعدين أن يذهبوا ويخدموا في أبواب أي حكومة، يعني في التدخل المصري العربي في الثورة الأم سبتمبر كان الإماميون على استعداد أن يكونوا خدام على باب عبد الناصر، ولكن لم يكونوا يقبلوا أبدا أن يتفاوضوا مع الجانب اليمني. لديهم أمراض في نفوسهم وتسكنهم هذه العقدة اليمنية. يعني أنت ترى أن هذا استمرار تاريخي لما حصل يعني منذ أيام الإمامة إلى الآن؟ نعم، هو نهج وهي ثقافة تكرس وتورث عند هذا العرق المتعالي الذي يرى أنه أحق وأعلى من اليمنيين، والحقيقة أنهم ليس عندهم انتماء لهذه الأرض، ليس عندهم انتماء لهذه الأرض، وسيؤدبهم اليمنيون بالطريقة المثلى إن شاء الله. طيب إذا ما ربطنا الأمر أكثر بمشاورات الكويت يعني التي تجرى حاليا،
إذا ما تحدثنا أيضا عن وجود عدد كبير من المختطفين من قبل الحوثيين وعن عدم تمسك واضح إلى حد ما أو عدم إدخال هذا الملف بشكل أكبر من قبل التحالف العربي كضغط على الحكومة الشرعية أو أمام المجتمع الدولي وكذلك من قبل الحكومة الشرعية التي يعني تبدو كثيرا ممن يصنفها على أنها لا تتمسك بشكل قوي في هذا الملف الخاص بالأسرى على يعني بمقارنة مع ما يقوم به الحوثيون لمن يعتبر من أسراهم في نهاية المطاف. النقطة هذه حساسة، النقطة هذه حساسة ومهمة وتحتل جزء كبير في وجداننا نحن اليمنيين الذين نعرف ما معنى أن يكون الإنسان معتقل في سجون هذه الإمامة البابية. لكن في فيما يخص التحالف ووضع ملف الأسرى هناك في الأخير السياسة هي فن تصريف الممكن. نحن نعلم بأن الغطاء الدولي أو الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي القوى الدولية الكبرى هي واقفة وتقف مع الحوثي بكل قوة وهي من أعضاء الشرعية ونعرف جيدا بأن الأمريكيين عندما سلموا السفارة الأمريكية للحوثة وأقرب إلى الإشارة بأنه تم تسليم الملف اليمني للجماعة هذه فهناك ضغط أممي رهيب وكبير للحفاظ على بقاء هذه الجماعة الميليشية المسلحة طرف أساسي في هذا البلد بل ربما هي الطرف الأهم. كيفية تعاطي حكومتنا مع ملف الأسرى يعني الحوثي يحتفظ بالشخصية الكبيرة في سجونه ليساوم بها في الأخير على حياة أفراد متعاليين ويروا أنهم أعلى من الجميع داخل الجماعة وداخل اليمن. أنا باعتقادي بأنهم في اللحظات الأخيرة وحين تصبح الهزيمة على أبواب يعني الهزيمة حين تصل وستصل سيهزمون. لكن ألا تتفق أستاذ هشام ألا تتفق بوجهة النظر التي تقول أنه أمام هذه المحاولات من قبل الحوثيين وأمام عدم تحرك الملف الخاص بالأسرى من قبل الحكومة الشرعية وحتى التحالف العربي في يعني إطار المشاورات أو التفاهمات التي تتم هناك وجهة نظر بدأت تسري أنه فعلا الحوثيين هم من يهتموا بالأسرى ولا تهتم الحكومة بذلك؟ ما مدى خطورة هذا الأمر إذا حدث بالفعل وإذا كان واقعيا؟ معطيات الحوار الذي بدأ في الكويت أعتقد الأولوية كانت باتجاه تثبيت شرعية هذه تنفيذ القرار ومن ضمن نقاط القرار أو بنوده إطلاق الأسرى. يعني المسألة هي موجودة ضمنا لكنها لم تطفو على السطح لأنه لم يحدث أساسا نقاش وتطور في 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 مجريات الحوار. هناك تعنت من الحوثة والمخلوع المرتد صالح بعدم الاعتراف أساسا بشرعية الرئيس هذه وظهر صالح أمس ينفي شرعية القرار الأممي والمبادرة الخليجية كلها. إنما أعتقد لو كان هناك تعاطي إيجابي من الحوثة المتمردين وعلي صالح مع فكرة الحوار في الكويت أعتقد كانت ستظهر مسألة الأسرى. يعني أنا أتمنى أن نجحف بحق الأخوة الذين يفاوضون باسم اليمن والجمهورية هناك في الكويت. أنا أعلم بأنهم صادقين ولكن أنت تتعامل وتتحاور مع فئة باغية ظالمة ووراءها جسد دولي يدعمها بعنف لم يسمح الحوثيين بالنقاش حول جوهر الحوار الذي هو هل أنتم مع شرعية هذه وتعترفون بها وتعترفون بالقرار 2216؟ إذا كان الحوار أخذ منحى إيجابي أعتقد كان بيظهر ويعني ويطلع على السطح مع مسألة الأسرى وهي مسألة استراتيجية ومهمة. وأنا أقول لك كلمة مهمة تفضل. أن الحوثة سيذهبون إلى مساومة أنفسهم كقادة بتلك الشخصيات الكبيرة الوطنية المحبوسة في سجونهم عندما تحل الهزيمة وستحل الهزيمة قريبا بإذن الله. الناشط السياسي الأستاذ هشام قاسم كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء شكرا جزيلا لك. أستاذ نبيل هل من تعقيب على كلام الأستاذ هشام؟ ترى التعقيب الوحيد هو فقط مسألة أنه هذه الميليشيات أيضا لا تناقش في 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 فكرة الذهاب إلى هذه المفاوضات من عدمه وهي فكرة جوهرية فعلا يعني كان يجب النقاش حولها وهي مسألة الاعتراف الشرعية. لكن في الأخير الاعتراف الشرعية أيضا متوقف أيضا على التعاطي الموجود من قبل هذه الميليشيات مع
عديد من الملفات في ضمنها مسألة المعتقلين وحسن النوايا وما يعني كل ما من شأنه أن يوصل للاتفاق. نحن أمام انسداد أفق سياسي فعلا حقيقي أمام هذه المباحثات، وأيضا نحن مقبلون على أيضا على استمرار مسلسل الحسم العسكري هو الخيار الوحيد في التعاطي مع هذه الظاهرة الموجودة في اليمن. طيب بالنسبة لعملية تعليق المشاورات التي تمت، كان هناك ما يشبه البيان من قبل ولد الشيخ، أو يعني نشر بيان في صفحته على الفيسبوك، كيف تابعت هذا البيان؟ والله بيان هزيل للغاية، بيان يعكس حقيقة أنه يعني ليس هناك نية أيضا حتى حقيقية لمسألة السلام من قبل هذه من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها والقائمين على هذه، لأنه يتحدث عن 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 يعني من ضمن ما تحدث عنه أنه يعني فعلا مشكلة، فعلا مسألة أخذ سلاح معسكر العمالقة، لكن كان يفترض الاستمرار في حس يعني يوجه اللوم بشكل كبير ومباشر لطرف الحكومة الشرعية، فيما من يفترض أن يتعرض اللوم والتوبيخ هي الميليشيات التي تعكس حقيقة. طيب كيف يمكن قراءة هذه النقطة في ظل حديث على أن بالأخير الأمم المتحدة، يعني بعيدا عن نظرية أن الأمم المتحدة تحاول تدليل الطرف الانقلابي، في الأخير هي تريد إنجاح المشاورات بأي شكل كان بحكم أنها طرف مراقب أو منظم لهذه العملية ووسيط فقط؟ فعلا أنا أتفق معك، لكن أبسط حقوق أو أبسط ملامح ما يمكن الحديث عنه من وجود طرف دولي محايد وموضوعي فيما يتعلق بهذه المفاوضات، أن يكون هناك نوع من حتى أيضا في تهذيب لغة أو خلق لغة حيادية فيما يتعلق بالتصريحات التي تصدر بين فينة أخرى عن مثل هذا عن المبعوث الدولي أو عن إسماعيل ولد الشيخ. لكن للأسف حتى هذه اللغة، مثلا البيان الذي صدر الأخير اليوم، أنا معتقدي أنه يعني حالة غير طبيعية للخالص، بل يؤكد ما نؤكد عليه دائما أنه هناك خلل، ما قد تعود هذا الخلل للأليات أو تعود للأشخاص، لكن أنا باعتقادي أنه هذا الخلل موجود ليس شخصي بحسب، ولكن حتى في ضمن آليات وسياقات المنظمة الدولية التي هي في الأخير عبارة عن مظلة لإدارة صراعات المنطقة. طيب يعني هل أشبعت هذه النقطة كثيرا بالبحث حول أسباب هذه يعني الخلل الذي تصفه أنت في منظومة الأمم المتحدة إن صح التعبير، أم أن يعني يستسلم الكثيرين للاتهام المباشر بأنهم فعلا يحابون الحوثيين وطرف الانقلاب بشكل أكبر؟ لنكن منصفين وموضوعين في هذه المسألة بالذات، هي المسألة ليست قائمة على مسألة مزاجية يعني بحتة، يعني أنه في علاقة ما تربط فلان بفلان من الناس أو تربط هذه الجماعة بأطراف المجتمع الدولي، فعلا هذه موجودة، لكن في الأخير نحن أمام أيضا في حاجة بنيوية في هيكلية المنظمة الدولية. المنظمة الدولية فقدت مصداقيتها منذ زمن، الكثير من القضايا التي يتم تناقشها ليس فقط على المستوى اليمني، إنما كثير من القضايا، مثلا أنت أمام الملف السوري، مثلا الملف الفلسطيني، الملف العراقي، يعني نحن أمام إخفاقات كبيرة. هذه الإخفاقات أيضا تتعلق بهذا الخلل البنيوي الموجود في صلب مهام ورسالة ما تسمى بالمنظمة الأمم المتحدة، وصلت إلى مرحلة العجز والشيخوخة ولم تعد تفي بأدنى مستحقات أو بأدنى معايير ومبادئ وقيم ما يسمى بالعدالة الدولية وحقوق الإنسان والسلم والأمان وميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي هذا الخلل الكبير هو ينعكس أيضا في 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 شق آخر أيضا، من خلال تحول وشخصنة المسألة بتوجيه دفة الحوارات بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه من قبل علاقات شخصية تربط هذا الفرد أو هذا الممثل أو هذا المبعوث أو هذا المسؤول في إطار أروقة المنظمة الدولية بجماعة أو طرف أو فرد من هذه الجماعة. نحن هذه الحقيقة التي يجب أن تقال فيما يتعلق بمنظمة الأمم المتحدة. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة أستاذ نبيل، أشكرك شكر جزيل الكاتب والباحث نبيل البكيري، كنت معنا في حلقة اليوم. شكرا. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء في ختام هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي وجيه السمن في التقديم وتحيات الطاقم الفني والتحريري. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.